بعد هذا ننتقل إلى رسالة من السائلة أم سالم من سلطنة عمان، ضمنت رسالتها طائفة من الأسئلة. تقول: تسأل: عندما كنا صغارا أنا ومجموعة من أخواتي أخذنا ما لدينا من حيوانات وخاصة الكبيرة منها، ربطناه وجعلنا عليه حجارة حتى مات، فما واجب علينا وماذا يجب أن نفعل؟ هذا الفعل محرم، قتل الحيوان بهذه الصورة هذا أمر محرم، لأن الحيوان يقتل لأحد غرضين: إما لأكله إن كان مما يؤكل لحمه، وإما لدفع أذاه إن كان مما يؤذي، ولكن في حال قتله أو حال ذكاته يجب الإحسان في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فما فعلتموه في هذا الحيوان هذا خطأ كبير، والواجب عليكم التوبة والاستغفار وعدم الرجوع لمثل هذا. نعم.